بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض الدريلينج سنسر uh, وبنتكلم uh, uh, على لماذا كان البيج دريل الفاينل باس كان ب 0.82 في حين ان احنا في الاكزامبل كان اللي هو المطلوب نعمل 0.75. آه دي واضحه قدامنا ان انا في عندي حاجه اسمها البرنت ديبث وفي عندي إيه البروجرام ديبث آه البرنت ديبث اللي هو ال 0.75 اما آه البروجرام ديبث اللي هو 0.825 ليه طيب قال لي لان انت عندك هنا آه في الدرل انجل لازم اضعها معايا في الاعتبار في البروجرام دي ديبث ان انا لازم اقول ان الهول هيصل للاخر العمق بتاعه الى ال 0.825 عشان اضمن ان انا كده عملت بروجرام ال 0.75 اللي هو ايه البرنت ديبث طب هنعمل الاديشنال ديبث لذلك انا بحتاج لاديشنال ديبث الاديشنال ديبث ده بعمله قد ايه؟ قال لي طب ما ناخد الضلع ده كده من المسالة عشان نقدر نجيب المسافه دي نعملها تكبيره هي ونشوف ادي الاديشنال ديبث الزاويه دي انا كان عندي في الاكزامبل بتاعنا الدريل انجل كانت ب 118 اشهر والدريل دايمتر كان ب 0.25 25 فجيت انا قلت يبقى اذا انا اقدر اقول ان هذه الزاويه عشان اجيب الاديشنال ديبث هو بتساوي التان بتاع ال 180 ماينس البوينت انجل على الاثنين على الدريل ريديوس لان احنا خدنا نص المسافه دي الدريل ريز لان احنا خدنا اهو مش الدايمتر كله خدنا ريديوس بس فبقول يبقى الاديشنال ديبث بتساوي التان between brackets 180 minus point angle divided 2 between brackets خدنا التان بتاعهم وبعدين نضربها في الدرل ريديوس يبقى 180 minus 180 مقسومة على الاثنين وبعدين نجيب التان بتاعها وبعدين نضربها في الدرل ريديوس اللي هو ب 0.125 الرقم ده هيطلع معانا ب 0.075 اذا اذا اضفناه على اللي هو ال 0.7 هيديني ايه ال 0. 0.825 uh, uh, ده السبب ان احنا uh, وجدنا ان هذا الرقم ظهر امامنا اللي هو 0.825 ال oh عشان ده اللي هو ايه البروجرام ديبث تعال نشوف عمليه البروجرامنج لعمليه البيك درينج هتتم ازاي قال لي عندي اول حاجه هغير التول اللي هو كان بتاع السبوت واركب التول اللي هو نمبر تي 19 اللي هو التول نمبر على الـ بتاع البيك دريلينج ام 068 اللي هي تول تشينج بوزيشن ام 03 اللي هي تيرن اون سبندل كلوك وايز اس 7000 اللي هي سبندل سبيد وبعدين هروح لاول هول اقف عند اول هول هجيب الاكس 1 والواي 1

0.75 وبعدين الكيو اللي هي اللي هعمل بيها عدد المرات آه المراحل اللي انا هعمل بيها الدريلنج اللي البيك دريل لان احنا قلنا الهول مش هتعمل على مرحله واحده قلنا الكيو ب 25% من مية الار اللي هي ريتراكت بلان المسافه اللي هطلعها فوق الهول كل مره ب 0.1 1 من 10 انش وبعدين آه الفيد ب 15 وبعدين نيجي نقول ايه؟ نفس الكلام اللي انا عملته في البيكتر لينج ان انا خلصت الهول الاولاني هروح على الهول الثاني بواي ب 3، الهول الثالث اكس ب 3 آه والهول الرابع واي 1، واخر حاجه هنقول له ايه؟ ان 85 جي 80 كانسل دي بريفيوس سايكل عشان ان شاء الله نقدر نعمل ايه؟ اخر مرحله اللي هي التابت.